أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. سنتعرف على هدف في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في الرتبة الخامسة. ساتان بيرسون 8 أهداف، لاعب ألمان يونايتد سابقا. في الرتبة الرابعة ساندي ترونوبول سجل 9 أهداف، وأيضا لاعب سابق لمان يونايتد. الثالثة جورج وول 9 أهداف، لاعب سابق لمان يونايتد أيضا. أما في الرتبة الثانية ستيفان جيرارد 9 أهداف، لاعب ليفربول سابقا. أما الرتبة الأولى فعلى التركي محمد صلاح ب12 هدفا، لاعب ليفربول الحالي. إلى اللقاء.